الابن بنتي اللي كانت خدامه في هذا الريستوران راه سميتها اهرواي فاطمه، وانا باها اهرواي محمد. بنتي منذ سنتين وهي خدامه تما، كتشتغل في فان دوميناج. فان دوميناج كتشتغل. ايوا ملي وقعت هذه الفاجعه هذه شعلت العافيه، بقات كتقاوم مع العافيه باش تخرج. حيت الريستورون فيها عنده باب وحده، ما عندوش باب ديال السكور منين يخرج شي حد، ولا لا شرج محلول ولا والو، كلشي بالكرياج. كانت كتعمر العافيه وتطفي، ولكن العافيه مجهده ما غلباتش عليها. ملي شافت العافيه غتحرقها هربت للكوزينه، الكوزينه راه جات بعيده على العافيه، وصلات العافيه تما. لا ما مزوجاش باقي ما مزوجاش، لا ما كل شيء هرب. ملي وقعت هذه الفاجعه كل شيء هرب، كاين اللي تحرق تما، كاين هي وهاد صاحبتها بقات تما، بقاو تما. حصلوا يخلصوا من الله، هادوك يخلصوا من الله. اللي ما عارفش شنو واقع الله يسامحه، الله كيشوف كل شيء. واللي عارف شنو واقع وغتم الشهاده وكيقول كيحو فيهم ولا شي حاجه اخرى، ربي فوق الجميع شريف. كنطلبوا بالحقوق ديالها، كيفاش ما كيطلبوا بها الناس كامل؟ سنتين وهي خدامه على المحل ممسوري، لكن هي ما ممسورياش. كان مقاولها غادي يعمل ليها لاسينيسيس، ولكن ملي شفنا لقينا ما كاينش. بالنسبه لذاك السيده الاقوى اللي كيقولوا عليها في الزنقه، هذيك السيده راه مات مجاهده في سبيل الله، هذيك خدامه بفان داميناجمون، خدام في الميناج، يعني ما خصوش الانسان يبقى يكثر في الهضره على وحو فيهم وما تحو فيهم. ديك السيده مجاهده في سبيل الله، هذيك خدامه وعندها اخوها كيدير الماستر في مكناس، هي اللي كتقاوم باش تقري اخوها. الشيء اللي كاين من الاقوال ديال الشارع والاخر راه ما كاين والو من ذاك الشارع، بهم خدامين الميناج. الاقوال الزنقه ما كاين لنا والو. حنا كنا في الريف، جانا الخبر، جينا وعرفنا باللي السيده، حنا لا فاميليا ديالها كنعرفوها باللي خدامه في الريستوران في 75، كنعرفوا باللي خدامه تما. الاقوال الزنقه ما عندهم ما يقول للانسان، للانسان مجاهده في سبيل الله، هادشي ما كاين. الله يرحمها وصافي.